إن من أجل الطاعات وأعظم القربات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه تبارك وتعالى طلب العلم، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهذا يشمل الطرق الحسية والطرق المعنوية في طلب العلم. والعلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثم إن الاهتمام بطلب العلم الشرعي والرغبة فيه والحرص على فقهه وفهمه هو دليل على صحة القلب، لأن القلب إذا صح وعرف ما ينفعه فإنه يحرص على العلم بالله تبارك وتعالى. ثم العلم الذي يحمد صاحبه والذي ورد في فضله الأدلة من الكتاب والسنة هو العلم الذي يثمر العمل، العلم الذي مدح وأثني عليه وعلى أهله في الكتاب والسنة هو العلم المقرون بالعمل. ثم العلوم الشرعية مراتب في الفضل، أفضلها وأعظمها هو علم العقيدة، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم في علم العقيدة هو ما يتعلق بالرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وحقوقه على عباده. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه هو ضده وهو الشرك. فمن أجله خلق الله الخلق، ومن أجله أرسل الرسل، ومن أجله أنزل الكتب. ثم فوائد التوحيد وثمراته على أهله كثيرة وعظيمة في الدنيا والآخرة، آثار حميدة من قبول العمل ومن كثرة الثواب، بل الأعمال متوقف صحتها وقبولها على صحة التوحيد. من حققه دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، جعلنا الله وإياكم منهم. فالحاجة إذن ماسة إلى معرفة حقيقة التوحيد وشروطه ومكملاته وأفراده وأنواعه، لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الجهل بالتوحيد والعقيدة إلا من رحم الله. فنشر هذا العلم والاهتمام به وتعليمه هو من أعظم وأجل الطاعات وأعظم القربات. وقد بذل علماء التوحيد في القديم والحديث جهوداً كبيرة في تحقيق هذا العلم، ألفوا في ذلك المؤلفات والمصنفات المطولة والمختصرة المسندة والمنظومات. ومن أجل وأعظم المؤلفات في علم التوحيد هذا الكتاب الذي يشرح في هذه الدورة، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المجدد، لمن درس من معالم التوحيد في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، المولود في العيينة سنة 1115 والمتوفى في الدرعية سنة 1206 من الهجرة.